Alors, ici, 14 et Inch'Allah. Merci. بعد الفوز الكبير على منتخب كوريا الجنوبية عناصر المنتخب الوطني تغادر الآن فندق دوفيل عائدة إلى مركز سوروكابا، أين ستخوض حصة تدريبية عشية اليوم وتتنقل بعدها إلى كوريتيبا لمواجهة منتخب روسيا في مباراة كن أو لا تكن. من أمام فندق دوفيل كان معكم سمير غانا بورتو أليغري.